احنا كان تو باش نحلوا 50 60 بلديه من هنا من هنا حتى لاخر جويليه ولا اوت باش يتفرعس الانتخابات. يعني فما غايه سياسيه تولي باش نحلوا المجالس. زعزعة الاستقرار للمجالس البلدية وتكريس الحكم المحلي هي تجربة جديدة في البلاد ما هيش سهلة. فكرة متاع العمل المجلسي مازلت ما تقبلتش لتو. هناك موجة كبيرة تاع استقالات من المجالس البلدية الموجودة. معناها يوميا تقريبا يوقع التعويض.